عليكم السلام. سي محمد الفريدي، اها الله يبارك فيك، كي دايره انت؟ بخير الحمد لله. والله الا بحال ولا الله يحفظك ليا، مرحبا بك، نهار كبير هذا. بارك الله فيك اخويا الكبير. الله يحفظك، شكون معاه؟ ايمان. ايمان ايمان منين؟ ايمان من سميدرا. يا خويا انا متاكد شويه ما سيوش، خذي راحتك غير شوي عليك. منين انت؟ سيطوان. مرحبا انا سيطوان، شحال في عمرك؟ 26. شحال؟ 26 سنة. 27. من بعد دير تست ايمان؟ عز الدين من ناظور. وشحال في عمر عز الدين؟ 31 سنة. وشحال انت وياها مع بعضياتكم؟ دابا مشيت بزاف، شي شهر. شهر؟ كيفاش تعرفتي عليه؟ في الفيسبوك وصافي. دونك ما عمركم تلاقيتو؟ لا مازال عمرنا تلاقينا. وامتى ديري تلاقى؟ بعطيك صراحة ما كنعرفش. اوكي، لاري لي النمرة ديالو، 06. ايه عاودي لي النمرة واحد المرة. 90. 13 ولا 17؟ وشحال في الاخر؟ يلا عز الدين ريفي. عز الدين ريفي حيدي اللايف، حيدي اللايف. عز الدين ما مش تجد مين تجد؟ شوف ماذا تفعل الآن يا عز الدين؟ عز الدين مات الزهرة. غادي نزيدك محاولة أختي العزيزة، كيعجبني ندير تيست الريافة. أنا نعاود نصلي عليه. الناس اللي دخلوا اللايف دابا عطيونا البارطاج. ألو، السلام عليكم. سي عز الدين، مساء النور. الله يطول لي عمرك، كي داير أنت؟ لاباس عليك، كلشي على خير؟ نهار كبير هذا السي عز الدين. اشنو؟ نهار كبير هذا السي عز الدين. قلت لك نهار كبير هذا، نهار كبير هذا السي عز الدين. شكون معايا؟ معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. شكون؟ معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. واش فايت لك مفرج في البرنامج ديال السي عز الدين؟ عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ لا. مرحبا بك، هذه فرصة سعيدة باش تعرف على البرنامج ديالنا، ولماذا ان شاء الله السي عز الدين يولي كذلك من المتابعين الجداد ديالنا. عز الدين من مدينة الناظور، سن 31 سنة، هذه المعلومات صحيحة؟ كتسمعني مزيان؟ وي خويا وي. هذه المعلومات صحيحة السي عز الدين؟ لا خويا. فين كاين الغلط؟ كاين الغلط في الباج. شحال تبارك الله ما شاء الله؟ 28. بحال 31 بحال 28، الله يرزقك الصحة والسلامة. ما عليناش، سي عز الدين اتصلت بنا واحد الآنسة من مدينة الناظور، هي اللي عطاتنا واحد البنت من مدينة الناظور، أوكي؟ أوكي.
واحد البنت من مدينة الناظور اتصلت بالبرنامج ديالنا، هي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك، قالت لينا باللي انت وياها في علاقة حب، اوكي، وباغا دير لك واحد السيربريز وعندها شي هضره في حقك بغات تقول لك من خلال البرنامج ديالنا. انا غادي ندوزها لك السي عزيزين باش تهضر معاك، هي راه معنا دابا على المباشر، اوكي. بلا شك كنظن راك عرفتيها شكون. لا ما عرفتش. واحد البنت انت وياها في علاقة حب من مدينة الناظور. دايره لك واحد المفاجاه زوينه. سي عزدين داير علاقه حب في حياتك ولا سيليباتير ديال راس زعما؟ لا خويا عايش هاني خويا خير علاقه بصحتي. امتى كنتي مصاحب اخر تصاحبه؟ عمري ما تصاحبت. حسين ضر معايا بحال هكا باش حاجاني شويه. ها شنو قلتي سي عزدين؟ عمري ما تصاحبت. ما عمرك تصاحبتي؟ ما عندكش شي بنت كتبغيها، شي بنت باغي تزوج بها، شي بنت كتعجبك، والو؟ اي واحد يعني الاصدقاء. لا هادي شي بنت، شي بنت انت وياها مصاحبين زعما كتقول لها حبيبه عمري تخشم وداك الشيء. ها التليفون صافي. اوكي دونك ما عندك حتى شي انسانه في حياتك؟ لا اخويا عايش بوحدي. وزعما مرتاح بوحدك؟ الحمد لله مرتاح. واخا سيدي انا ندوز لك سيده تاسس بينا، اوكي. ايمان هو ايمان راه كنهضر معاك، راه كنسمعك كتحركي غير هضري ما فيها حتى شي حاجه. هضري شنو؟ الو مالك؟ ما دائما عادي راه انت يلاه شربت عرفتي. وا ايمان راه ما كنسمعكش، كنسمعك كتنهدي وصافي. ايمان واش كتسمعيني؟ وا ايمان وا تيطوان هضري هضري. الو ودابا بعدا انت اول حاجه عرفتي انه عنده 28 ماشي 31 كذاب. عطيت بابا مأكدة من لاج ديالو واش نتي منيتك اي اوراق لاكارت ناسيونال. يلا انا ندوزوك عطي البابا. سي عزدين ها هي معاك. هضر هضرو. وهضرو. الو ايوا هضري هضري راه كيسمع ليك وهضري معاه. غوتو غوتو باش تسمعو بعضياتكم. واه عز الدين غوت غوت انت ويا باش تسمعك. هضر هضري انت هضري راه عادي راه المواجهه هي اللي كتخليكم توصلوا واحد الحل، الا ما كانش المواجهه راه ما توصلوا حتى شي حل اختي عزيز. هضري ها هي راه كتسمع فيك، غير هضره غتسمعك. قول ليها الو هادي سميتها ايمان، سميتها ايمان من تطوان. هضري يا ايمان. عندك شي بنت في حياتك عز الدين ولا لا؟ واش عندك شي بنت في حياتك ولا لا؟ سمعتي؟ قول لي شكونتي، قول لي شكونتي باش يعرفك. هضري معاه. هاد الصوت اللي كيهضر معاك دابا عرفتي ديال شكون ولا لا؟ هضري معاه قول لي انا فلانة.
علاش ما قدرتيش؟ قال لها 10 مرات عرفتي عليا، انا علاش خليتي المولى 5 سنين و6 سنين و7 سنين 10 سنين؟ ايوا هضري مالك ساكتة. اه ولكن تخلوا اخويا، ما كان عرفت شي حاجة كاع، لا نزيد والو لا حتى شي حاجة. انت في الناظور ما عندك حتى وحدة الحسي ما والو. صافي هادشي اللي بغيتي يا ايمان. يلا ايمان، ها هو ها هو دابا، ها هو ما بقاش دابا، انا قطعت عليه دابا. هضري شنو كنتي باغا تقولي؟ يقول علاش ما وجهتيش؟ علاش ما تقولي ليش شنو شنو شنو؟ ها ولكن اسمحي لي، انت ديك الساعه كان عليك تواجهي. اه ومشي بقيتي انا كاع ما عرفتش كتنفخي على العافيه ولاش كديري. ها هو كيس، ها هو كيسون عليا بلاتي. الو عز الدين، ها هي معاك، هضري معاه قولي لي شنو. قولي لي شكون انت، يلا قولي لي شكون انت. ما تعرفتش واحد في حياتك ربي. سبحان الله، ولكن شكون مدرنيش انا. قولي شكون انت، هضري نيشان عنده الصح. قالت لك واش ما عرفتيش هاد الصوت ديال شكون؟ واش ما عرفتيش ديال من هاد الصوت؟ ما كنعرف وما كنسمعش كاع مزيان باش نقول لك شكون، خلي كنعرف الصوت يكون نقول لك من الاول نقول لك شكون. انت واش سميتك نيت ايمان ولا عطيتينا شي سميه مستعاره؟ انا عطيتكم اسم مستعار. شنو هو الاسم ديالك؟ هو صاحبي اللي ما عرفوش. بلاتي بلاتي انا ديرتي في فودني. شنو السميه ديالك؟ شنو السميه ديالك دابا كنسمع بوحدي؟ اه غير انا كنسمع. اه دخلي كاع اللايف وشوفي. من جديدة؟ انا اللي قلت سبب في امي غيكون سمعني. سمع جديد. كتعرف شي بنت من جديدة؟ كتعرف شي بنت، كتعرف شي بنت من جديدة عز الدين؟ اه. شنو بينك وبينها؟ شنو بينك وبين البنت اللي في جديدة؟ هو اللي بيني وبينها، بيني وبينها، شي اللي عيطت لك ولا؟ اش بينك وبينها؟